السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الفقيه السوسي المغربي رشيد أكادير، الشيخ الروحاني السوسي رشيد أكادير، أرقام لا تتبدل ولا تتغير. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله 3/5/2023، مرحبا خواتم روحانية إن شاء الله عز وجل. هذا خاتم زمرد الأسود، هذا بإذن الله غادي لإسبانيا، هاد الجمالية هادي غادي لإسبانيا بإذن الله عز وجل. شوفوا الجمالية الخاتم، تحصين القبول، تجارة البيع والشراء، طاعة المحبة، جلب الزبائن، الخدمة ديال المخزن، خدمة ديال الغابة، الخدمة ديال. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع إن شاء الله عز وجل. خاتم الزمرد، شوفوا الجمالية الخاتم كي دايره، جمالية الخاتم، اللهم بارك وزيد في ذلك. شوفوا الجمالية ديالو، خاتم السليماني المكتوب، خاتم الحكمة إن شاء الله عز وجل. مرحبا بالجميع عند الشاوي رشيد في الكونية، مرحبا بكم. هذا الشهر هذا ديال الخدمة، الشهر الروحاني ديال الخدمة، ديال الخواتم، ديال التحصين، ديال القبول، ديال زيادة الرزق بإذن الله عز وجل. شوفوا الجمالية الخاتم، تبارك الله وحجاب الله، اللهم بارك. معكم الفقيه الزهري في كلتا اليدين بإذن الله عز وجل، خط متصل، ومرحبا بالجميع.